يتمحور مفهوم الإيكاغاي حول إيجاد قيمة لحياتك واكتشاف هدف وجودك من خلال أسئلة تطرحها على نفسك. أولاً، ما هي الأشياء التي تحبها؟ فكر بالأمور التي توقد شعلة الحماس في داخلك. هل هي جزء من وظيفتك؟ أم هل هي هواية ما؟ أم عمل جانبي؟ ثانياً، حدد الأشياء التي تبرع بها وتستطيع إنجازها. الشيء الذي قمت به تشعر أن الوقت يتوقف. ثالثاً، ما الذي يحتاجه العالم منك؟ وماذا تتمنى أن يقال أو يكتب عنك في سرد إنجازاتك والتي تفخر بها؟ رابعاً، كيف تقوم بتحويل ما تحب وما تبرع به إلى واقع ملموس يستفاد منه الآخرون؟ وما هو المردود الذي سوف تحصل عليه؟ عند انتهائك من الإجابة عن كل هذه الأسئلة تكون قد قطعت نصف المشوار، ويتبقى أن تفكر بخطة أو طريقة لتحويلها إلى واقع في حياتك. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.